استنى استنى استنى. مورد في التستر على المتهم الاول في القضيه 460. فما هي ردودك على التهم الموجهه؟ عمل عطتني ثقتها، حكيت لي زاد على معلومات من هامه سيد القاضي، دليل براءه لمين حداد في القضيه 460. لازم نعطي روحك، خلينا نقولوا مصلحتنا الاثنين. تتقضوا معايا وتتش بابي يمين، نزلت احكي معاه. المهم لي هذا يتسكر ايمت ونرجع. علاش عاونتني باش نتعدى الحدود؟ لك راسي غيزون كل غيزون نكوني بون. أنا جيت لهنا باش نعاود حياتي، والمكتوب حط في ثنيتي مرة أخرى، ملي كنت معايا سرجت فيا الروح. سي نبيل، مع احتراماتي قراراتك، أما الطفلة معنا باش نديناها، وما كانش حاضر وقت القتيل. باش نستجوبوها نسمعوا أقوالها. ما نتصورش باش تفيدنا حاجة كبيرة، بالعكس باش تولي ردة بالها أكثر. أنا قلت مادام معنا الأدريسة نتاعها، نعمل خلية مراقبة قدام دارها، نسوا عليها نشوفوا وين تمشي وين تجي، نجموش نتيحوا بمعلومة باهية. Monsieur le chef, je suis navré de vous informer qu'on n'a rien trouvé dans cette chambre d'hôtel. À part quelques vêtements, ni appareil d'écoute, ni appareil photo, rien de tout ça. Et le rapport de la police scientifique nous informe qu'on a trouvé vos empreintes sur la scène du crime. Nous sommes obligés de vous arrêter. Pourquoi ? Pour homicide. Vous êtes au pays des droits de l'homme ici. Et du blanchiment d'argent. Malik a dit que je suis sorti de la vie. 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 Je suis sorti تحب تخليني فضيحة في البلاد؟ فضيحة؟ فضيحة كي ناخذ المرأة اللي نحبها؟ تحبها؟ الماخذة ماهيش حبني ونحبك، تخلي بنت خالتك بنت الفخذ وركبة وتمشي تجي وراك لويحة؟ وعد الله عليك يا دوجة، ليش ماتت العباد فيك؟ هذيك هي الهدرة؟ تخمم كان في روحك، وأنا قلت لك عربية باش ناخذها ما عاد باش ناخذها. وبنت خالتك شنو باش نقولوا لها؟ وشنو باش نقولوا لأمها وأبوها؟ زبيدة كي أختي، ما قلت لكمش خذوها لي، أنتوما لزمتوها عليا. وخر، وخر أنا قتلها لقتل روحي وخر. هذا قتل ستة نساء؟ ما قتلت حد أنا. وخر وخر وإلا نقتلها ونقتل روحي.